وهي منخرطة في العمليات التي جرت في المنطقة السوفيتية الماضية. في زمن الاتحاد السوفيتي كان عندهم معاهد بحثية حول أوكرانيا، وكانوا يدركون جيدا تاريخ هذه القصة. لديهم مختصون متعمقون ومحترفون في هذا المجال. أكرر، في الحقبة السوفيتية كانوا يجهزون الأرضية ويبحثون عن الناس ويحددون المعاني وما إليه. طبعا الصيغة الآن لا تسمح للتعمق في تاريخ القصة، ولكن الجميع يدرك من أين ظهر كل هذا. إنها مسألة دقيقة حول وحدة العالم الروسي، وشعار فرق تسد يعمل منذ غابر الزمان ويستخدم حتى الآن في السياسة الفعلية. لذا فإن خصومنا دائما كانوا يحلمون ويسعون إلى فصلنا من أجل التحكم فينا جزءا جزءا. ما الجديد في الأمر؟ الفكرة خلقت من زمان حول الانفصالية الأوكرانية حتى في إطار البلد الموحد. وأقول دائما أنه إذا اعتقد أحد أنه ظهرت مجموعة إثنية تريد أن تعيش بصورة مستقلة، فلا يجوز طبعا أن تجري ضد إرادة الشعب، ولكن كذلك لا يجوز أن تعارض ذلك الجزء من الشعب الذي يعتبر نفسه جزءا من العالم الروسي والتاريخ الروسي والثقافة الروسية. لا يجوز محاربتهم، ولكن شنوا حربا عليهم في 2014. هذا ما كان يدور الحديث عنه. فماذا يعني توجيه ضربات جوية ضد المدن المليونية؟ ماذا يعني نشر القوات المسلحة مع المدرعات؟ إنها حرب. صبرنا وصبرنا وصبرنا أملا باتفاقات سلام معينة، فتبين أنهم احتالوا علينا ببساطة. فبلد كالولايات المتحدة يمارسون هذا من زمان، ومن هنا يمكن القول أن أحداث اليوم إن كانت تقربنا من هنا يمكن أن نقول أنهم حققوا نتيجة. ولكن نحن لم يبقى أمامنا أيضا خيار سوى ما بدأنا به في نهاية شباط السنة الجارية. هذا هو منطق الأحداث، ولكن أهدافنا بالدرجة الأولى هو حماية الناس الذين يشعرون أنهم جزء من شعبنا، من ثقافتنا، مما انطلقنا في زماننا من أن الاتحاد السوفيتي انحل وزال. ولكن كما قلت أمس خلال اجتماع وزارة الدفاع أن جذورنا التاريخية المشتركة ثقافيا وروحانيا ستبقى أقوى مما يفصل بيننا، وهذه النزعات كانت موجودة دائما. ما يوحدنا هو أقوى، ولكن بمشاركة قوى خارجية وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي وصل إلى السلطة أناس ذو عقلية قومية، وبمساعدة تلك القوات كان يتزايد التباعد رغم جهودنا. فنحن أولا باعدوا بيننا ثم أوقعوا بيننا، من هذه الناحية حققوا نتيجتهم، أما نحن ففشلنا، ولكن لم يبقى لدينا شيء آخر. وربما دفعونا نحو هذا الخط، ولكن لم يبقى أمامنا مجال للتراجع. انخراطهم كان كاملا دائما، كانوا يسعون، لا أتذكر الآن، يمكن أن تقلب صفحات التاريخ، أحد نواب مجلس الدوما في القيصر قال يومها إذا أردت أن تخسر
أوكرانيا فضم غاليتشينا إليها. لماذا؟ لأن الناس من ذلك الجزء عدوانيون جدا ويغبطون عمليا الأغلبية الصامتة في باقي أراضي أوكرانيا، لكننا كنا ننطلق من أن الأسس القاعدية لوحدتنا أقوى من نزعات التباعد. تبين أن الأمر ليس كذلك، فبدأوا يكبتون اللغة الروسية والثقافة الروسية وفصل وحدتنا الروحية، والجميع يتجاهل هذا. لماذا؟ لأن غرضهم نفسه فرق تسد، لا يريد أحد توحد الشعب الروسي. التفرقة نعم هم مستعدون لقطعها أكثر، ولكن الوحدة والقوة لا يريدها أحد عدانا، وسنبقى وسنفعل هذا. أما من الناحية العسكرية التقنية فما الأمر هنا؟ قلت أمس أنه من بداية كانون الثاني سينضم إلى قوام الجيش فرقاطة المارشال أوستينوف غاركوف عفوا، فتظهر فيه تسليحات جديدة. لا نريد أن نستفز أحد، لكنه عامل لتقوية قواتنا الاستراتيجية الفعلية، مع أن هذه النظم هي متوسطة المدى ولكن خصائصها من حيث السرعة تمنحنا مزايا معينة. أما ما يخص باتريوت فهي أنظمة قديمة بما فيها الكفاية ولا تعمل كما تعمل منظومة S-300 مثلا، ومع ذلك من يجابهنا ينطلق من أن هذا السلاح سلاح دفاعي. سنأخذ هذا في الحسبان ببساطة وسنجد ترياقا لهذا، فمن يفعلون ذلك سدى، إنها إطالة النزاع. دعونا نأخذ سؤال من هنا. طبعا نهاركم قناة زفيزدا، السؤال بشأن العملية العسكرية الخاصة. بشكل تقليدي دائما تقيمون بشكل مختصر نتائج العملية العسكرية الخاصة، ألا ترون خطورة من مماطلة الأزمة؟ قلت هذا سابقا، الأوضاع بدأت تتشكل بصورة خفية نوعيا، والغرب كان يفضل ألا يلاحظ هذا أبدا، لكن هذا كله بدأ في سنة 2014 بعد الانقلاب بتحريض من الولايات المتحدة حين كانوا يوزعون البسكوت في الميدان. قلت هذا مرارا، ولكن هدفنا ليس تأجيج الحرب بل إنهاء هذه الحرب، هذا ما نسعى وسنسعى إليه. أما بخصوص أنني لا أتحدث عن هذا إلا قليلا فهذا طبيعي، ربما أقتضب في الحديث، ولكن تصريحات وزارة الدفاع تجرى يوميا وهم يبلغون المجتمع حول ما يحدث وأين يحدث وما إليه. سنسعى إلى إنهاء هذه الحرب، وكلما كان أسرع كان أفضل. أما ما يخص ما يحدث فقد قلت أن تكثيف العمليات القتالية تؤدي إلى خسائر كبيرة. لنستمر، تفضلوا. شكرا جزيلا قناة روسيا. سؤالي باستمرار لهذا الموضوع، في الدوائر الغربية هناك أفكار وخاصة على مستوى الناتو بأن الموارد التي يقدم الغرب لأوكرانيا ليست غير محدودة، وهناك الكثير من الخبراء يقولون بأن الموارد الروسية أيضا تنتهي، وهذه هي الصواريخ الأخيرة، وهذا الخطاب مشهور. ومع ذلك هل يمكن للمجمع العسكري التقني الروسي أن يقدم الاحتياطي اللازم وكذلك إنتاج العملية العسكرية الخاصة؟ أولا أعتقد أن موارد الدول الغربية ودول الناتو
ليست على حافة الاستنفاد. الموضوع أن أوكرانيا تصل إليها أسلحة من دول حلف وارسو السابق، أغلبها من إنتاج الاتحاد السوفيتي، وهذه أشرفت على النفاد حيث حطمنا وحرقنا الكثير من هذه الأسلحة. ربما بقي بضعة عشرات من المدرعات، وهذه الآليات أشرفت على النفاذ. ولكن هذا لا يعني أن الدول الغربية ودول الناتو ليس لديها معدات أخرى، أنها موجودة. القضية أن نظم التسليح الجديدة يصعب الانتقال إليها، تحتاج إلى تعليم وتدريب، ويجب أن يكون مخزونا من قطع الغيار والصيانة والتصليح، وهي قضية ليست بسهلة. ثانيا، هناك مسائل تتعلق بإمكانيات المجمع الصناعي العسكري للدول الغربية. في الولايات المتحدة هذا المجمع ضخم ويمكن تشغيله، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، إذ يحتاج إلى تمويل إضافي، وهي مسألة توزيع الموارد في إطار عملية الميزانية. كل هذا ليس بهذه البساطة. لذا فنعم، يتحدثون الآن عن منظومات باتريوت، فليوردونها، وسنحطم باتريوت أيضا، فسيحتاجون إلى وضع شيء بدل باتريوت وتطوير نظم جديدة. إنها عملية مديدة وصعبة. نحن نأخذ كل هذا في الحسبان ونحسب كل ما موجود وما بقي في مخازنهم وما يستطيعون إنتاجهم وفي أي ظرف زمني، وكيف يمكن أن يدربوا الطواقم. أما ما يخص إمكانيات مخزوننا، نحن ننفقه طبعا، لن أقول لكم، لن أسمي لكم الأعداد، مثلا نفقات القذائف على سبيل المثال، ولكن الفرق بيننا وبين من يجابي هنا هو أن المجمع الصناعي العسكري الأوكراني إن لم يصل إلى الصفر فهو يسعى إلى الصفر، ولن يبقى عندهم إمكانيات قريبا. أما عندنا فإمكانياتنا تتزايد. كما قلت أمس في اجتماع وزارة الدفاع، لن يكون هذا على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى. فنحن بكل الأحوال يجب أن نؤمن احتياجات جيشنا، وبخلاف صناعة أوكرانيا كنا نطور صناعتنا في العقود الأخيرة، بما في ذلك الصناعة الدفاعية، كما كنا نطور علومنا العسكرية وتقنياتنا العسكرية. هناك ما ينقصنا حتى الآن، مثل الذخائر المتسكعة والمسيرات، ولكن بدأنا بهذه الأمور ونعرف من يستطيع تنفيذ هذه المهمة أو تلك. لدينا موارد بحثية وتصميمية، كل هذا موجود. طبعا تبقى قضية زيادة السرعة وزيادة الحجوم، نحن قادرون وسننفذ هذا. صحيفة روسيسكايا غازيتا، فخامة الرئيس، في هذه الأوضاع هل هناك فرصة للحل الدبلوماسي للأزمة في أوكرانيا؟ جميع النزاعات المسلحة تنتهي بشكل من الأشكال بمفاوضات على المسار الدبلوماسي، ولم نرفض هذا يوما. أنها قيادة أوكرانيا حظرت على نفسها إجراء المفاوضات، هذا يبدو غريبا، ومع ذلك عاجلا أو آجلا جميع الأطراف في حالة النزاع تجلس وتتفاوض. وكلما أدرك خصومنا هذا كان أفضل، نحن لم نرفض ذلك يوما. تفضلوا
السيد فاليريا. وكالة بي سي اف ام فخامة الرئيس. كل يوم. السؤال حول الأبطال الذين تلقوهم يوما كل يوم. هناك الشوارع بأسماء هؤلاء الأبطال. وهناك في الصالة التي جرى فيها تقليد الأوسمة أيضا هناك قائمة بعدد كبير من الأبطال. طبعا فأي نزاع مسلح مرتبط يرتبط بالخسائر والمآسي والجروح وما إليه كقاعدة من يغادرون الحياة دفاعا عن مصالح وطنه وشعبه إنهم أقوى الناس إنهم في المقدمة وطبعا هم أبطال وقلت هذا مرارا إنها قناعتي الشخصية تصوروا نحن واقفون الآن في هذه الصالة في الكرملين فوقنا شمس اصطناعية والتصميم جميل أما الشباب فهم بين الثلوج نتحدث عن الأخمص الأحذية والأسلحة وهم تحت القصف طبعا جميعهم أبطال إنه عمل صعب يرتبط بالخطر على الصحة والحياة ولكن بينهم من يقومون بأفعال مميزة ترتبط بما يسمى البطولة الشخصية ليس مجرد العمل الشاق بل البطولة الشخصية وطبعا يجب أن نفكر في هذا ودائما سنجعلهم مثالا لمجتمعنا كاملا مثالا للجيل الناشئ مثالا للمستقبل هؤلاء الناس يقوون روح الشعب إنهم كثر تعرفون بعضهم وبعضهم الآخر لا نعرفهم ولم نسمهم بالاسم لكننا سنفعل بكل تأكيد السؤال من ذلك الاتجاه تفضلوا وكالة ريا نوفاستي فخامة الرئيس أود أن أعود إلى الاقتصاد لقد قلتم بأنه لن يكون هناك أي أزمة ولكن هناك من يقول أن الأزمة ستكون في العام القادم هل يمكن أن يبقى الاقتصاد الروسي مدعوما إضافة إلى ذلك تم الحديث سابقا عن الأعمال والبزنس ولكن في هذا العام لم يتم الحديث عن ذلك فهل هذا يتعلق بالتمويل إضافة إلى ذلك بالوعود بشأن المساعدات الاجتماعية هل ستنفذ أم لا بخصوص الاقتصاد تطرقت لهذا الموضوع ولكن ربما يجب أن أضيف إلى هذا أن انهيار الاقتصاد لم يقع نعم هناك انخفاض وأكرر مرة أخرى البعض كان يأمل أن التقلص عندنا سيكون نحو 20% أو 25% أو أكثر التقلص موجود فعلا لكنه ليس 20 أو 25 بل 2.5% التضخم كما قلت وهو من أهم المؤشرات من المتوقع أن يتجاوز بقليلا 12% أعتقد أن هذا أفضل من العديد من بلاد الأخرى بما في ذلك بلاد مجموعة العشرين طبعا التضخم سيء لكن جيد أنه أقل من الدول الأخرى وفي السنة القادمة كما ذكرنا فسنكون وفق نتائج الاقتصاد في الربع الأول سنسعى إلى مؤشرات نحو 4-5%
المئة، وهي نزعة جيدة بخلاف عدد من دول أخرى في العشرين. البطالة عندنا في حضيضها التاريخي 3.8. الموازنة لها عجز نحو 2%، وفي السنة القادمة نتوقع أن تكون 2% أيضا. أما بعد عدة سنوات فنتوقع أن تصبح أقل من 1%. وفي الدول الأخرى سواء النامية والدول الكبرى والدول المتقدمة العجز أكبر بكثير. في الولايات المتحدة على ما أذكر 5.7، وفي الصين أكثر من 7%. في جميع الاقتصادات الرائدة العجز أكبر من 5%، أما عندنا فلا، وهو أساس جيد لنمضي قدما إلى سنة 2023. ما هي أولويات سنة 2023؟ تطوير البنى التحتية، هذا ضروري ولا داعي للتكرار، سواء الحقل الشرقي وطريق شمال جنوب والطرقات في البلد، حيث أبلغنا الوزير حول بناء الطرقات في البلد، كذلك الموانئ والمطارات والكثير غيرها. كما يجب أن نحل مسائل في المجال المالي. النظام المالي مستقر، البنوك تعمل بصورة جيدة، وبالمناسبة بفضل الحكومة وبفضل العاملين في البنوك، حيث عملوا كثيرا وبصورة مهنية ونجحوا في كل شيء، ربما ليس في كل شيء لكن نجحوا في الكثير. يجب أن نحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، لن نقبل بذر النقود يمينا ويسارا، بل سنسعى إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية التي تؤسس أو تشكل أساس الاقتصاد ككل. البنى التحتية ذكرتها، ثم النقطة هي الحفاظ على استقرار النظام المالي والنظام البنكي والموازنة، وكذلك الاستعادة داخل البلد، الاستثمارات التي كنا نستخدمها سابقا من صناديق غربية يجب أن نعوضها بالتمويل الداخلي، وطبعا نحن قادرون على هذا باللجوء إلى آليات عديدة. ما دام سألت طرحت سؤالا في مجال الاقتصاد فقراءك يعرفون الموضوع. الأدوات معروفة لكنها تحتاج إلى تطوير، هذا ليس سهلا إلا أنه ممكن، ولكن علينا أن نحل المسألة الرئيسية. يجب رفع مستوى الأجور الحقيقية للمواطنين مع اعتبار عملية التضخم وواردات الموازنة، نستطيع أن نخطو خطوة في هذا المجال أيضا. لدينا مجموعة كاملة من الخطوات التي يجب أن نتخذها في مجال الاقتصاد، ولا أشك أنها قابلة للتحقيق جميعها. إلى أي مدى سنستطيع تحقيق هذه الخطط والاقتراب من حل المسائل؟ سنرى وفق نتائج السنة القادمة. قطاع الأعمال، أنا ألتقي مع الزملاء بكل سرور، ولكن الآن بدأ يرتفع الكوفيد مرة أخرى، ثم إنفلونزا الخنازير. المسألة هنا فقط، أنا أستطيع أن ألتقي معهم كما ألتقي معهم، ولكن يجب جمعهم هم كلهم، ولكن يمكن أن يشكلوا خطرا على بعضهم من الناحية الوبائية. أما بصورة عامة فنحن على تواصل دائم معهم وسنطور هذا. هناك أناس مختلفون هناك، ونحن نعرف والبلد يعرف. أولا الجميع وقعوا تحت العقوبات.
العقوبات الغربية لماذا؟ من أجل الإيقاع بين الأعمال وبين الدولة. لكن الناس الذين يعيشون في هذا البلد يجب أن يعيشوا بمصالح البلد، ومصالح البلد هو أن يعملوا بصورة فعالة وأن يدفعوا الضرائب بانتظام، وليس من الضروري أن يكون عند كل واحد منهم سفينة قبض عليها في الخارج أو قصور على البحر المتوسط أو في لندن. إذا الإنسان يسكن هنا ويربط حياته وحياة أولاده وأسرته مع هذا البلد، هذا شيء. أما إن لم يكن يربط حياته بهذا البلد بل يسحب المال من هنا، فهو يقدر ليس البلد الذي يعيش به والذي يكسب منه، إنما بالعلاقات الطيبة مع البلد الذي يحفظ فيه بأمواله. هؤلاء الناس خطرون علينا، نحن نحاول أن نتسامح معهم جميعا بشرط أن يعملوا بفعالية، ولكن العلاقات مستمرة وسوف تستمر. وأريد التنويه إلى أن ليس الجميع، ولكن أغلب ممثلي قطاع الأعمال الكبير أناس وطنيون، وكل شخص في وضعه الخاص، لكنهم جميعا يسعون ليس فقط ليبقوا ويعملوا في روسيا بل ليعملوا لمصلحة روسيا، الحفاظ على القوى العاملة وعلى منشآتهم وتطوير الاقتصاد وما إليه. NTV، أود أن أستمر في مسألة الاقتصاد حول تسقيف أسعار النفط والغاز، وهناك حديث عن الردود على ذلك، وكيف يمكن الحفاظ على مصلحة. أعتقد أن المرسوم سأوقع عليه يوم الاثنين أو الثلاثاء، إنها تدابير احترازية. فمهما كان هناك أذى مباشر لروسيا أو لاقتصادها أو لقطاع الطاقة فيها غير موجود، فنحن نبيع عموما بالأسعار التي وضعت بصورة السقف. طبعا هدفهم مفهوم خصومنا، وهو الحد من أرباح الموازنة الروسية، لكننا لا نخسر شيئا من تحديد هذا السقف، أي لا توجد خسائر للموازنة وقطاع الطاقة لأننا نبيع بهذه الأسعار. لكن الأمر ليس في هذا، إنما أن الطاقة العالمية يحاولون أن يثبتوا عليها أدوات جديدة لا تناسبها أبدا. المستهلك أو المشتري يحاول أن يدس في الممارسة وفي الوعي في كل العالم أدوات لا تناسب السوق أبدا. فتصور إذا أردت أن تشتري مرسيدس أو شيفروليه، تأتي فتقول أريد شراءها بخمسة روبلات، ليس أكثر من هذا. طيب، ستشتري سيارة أو اثنتين أو ثلاثة، ثم تغلق الشركة لأن إنتاج هذه السيارات لن يعود مربحا. الشيء نفسه يحدث في مجال الطاقة، وهذا القطاع تعوزه الاستثمارات، وفيه مشاكل ترتبط بأن في السنوات الماضية بسبب المشاكل البيئية والانطلاق إلى مصادر الطاقة المستدامة أدى إلى
عوز تمويل المشاريع الجديدة من أنابيب وتنقيب وإليه. البنوك لا تعطي قروضا وشركات التأمين لا تؤمن، فلذلك في شركات الطاقة الكبرى توقفت عن الاستثمار بالأحجام المطلوبة في قطاع الطاقة. أما الآن فيحاولون فرض سقف أسعار بطرائق إدارية. هذا الطريق يؤدي إلى تخريب قطاع الطاقة العالمي، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى أن البنى التحتية غير الممولة لن تستطيع تأمين حجوم الإنتاج الضرورية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة حادة. لذلك فمنتجو الطاقة بما في ذلك النفط يخشون على أنفسهم، ليس على روسيا بل على أنفسهم، لأنهم يرون أنها المحاولة الأولى للفرض على الفرض تنظيم الأسعار الإداري على المنتجين. وكالة إزفيستي، أود أن أستمر في هذه المسألة حول تسقيف الغاز. ما هي تصرفاتنا في هذا المجال؟ وما هو مصير الخطوط الشمالية؟ إنها محاولة أخرى لتنظيم الأسعار إداريا. هذا لن يؤدي إلى خير في مجال الغاز وبالمثل في مجال النفط. أحيانا يدهشني بعض زملائي بقراراتهم غير الاحترافية، حيث كانت المفوضية الأوروبية تفرض علينا على تشكيل الأسعار عن طريق البورصات أسعار الغاز، وأنا كنت أحاول أن أقنعهم بعدم اللجوء إلى هذا الأمر، لأن سوق الغاز لا يعمل بهذا الشكل وعواقبه وخيمة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا ما وقع. الآن لا يعرفون كيف الخروج من هنا ويحاولون تنظيم أسعار الغاز، لكن هذا التنظيم يختلف عن محاولة السيطرة على أسعار النفط. فهنا المفوضية الأوروبية تتحدث أكثر أنه يجب تنظيم الأوضاع في البورصة، يربطونها بالغاز الطبيعي المسال، وأن الأسعار يجب أن تترابط مع أسعار الغاز المسال وما إليه، ومع ذلك أنها محاولة لتنظيم الأسعار إداريا. لكن لا يستمعون إلينا ولا يحبوننا ويكافحوننا، ولكن ألا يجب أن يستمعوا إلى أنفسهم على الأقل؟ وأتحدث عن الناس الذين يحاولون تنظيم أسعار الغاز في أوروبا. ألا يستمعون إلى الأمريكان ويطيعونهم في كل شيء متى أمروهم؟ هنا ليس أمر، فليسمعوا ما يقوله الاختصاصيون الأمريكيون. فريدمان مختص وحائز جائزة نوبل قال: تريدون أن تحصلوا على عوز البندورة، حددوا أسعارها وغدا سيكون عندكم عوز بندورة. وهذا ما يفعلونه بالغاز والنفط. نحن طبعا نتابع ونراقب هذا بانتباه ونحافظ على حقنا، أنه في حال أن هذا النظام المقترح تطور نحو التنظيم الإداري، وإذا أدى إلى ذلك إلى خرق التزاماتنا وفق عقود غازبروم أو التدخل في هذه العقود، فنحن يمكن أن نفكر هل علينا أن ننفذ هذه العقود ما دام الطرف الآخر
يخرق الشروط. السيل الشمالي نعم، أنه عمل إرهابي، إرهاب الدولة، لأن أفراد عاديين دون دعم من بنى حكومية غير قادرين على القيام بمثل هذه العمليات الإرهابية. فالدعم الحكومي مؤكد، وكما يقولون هنا انظر لمصلحة من هذا، من مصلحته ألا يمر خطوط الغاز إلا عبر أوكرانيا، الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية، من مصلحته أن تحصل أوكرانيا على الأموال. روسيا يسمونها بالمعتدي، ولكنهم يحصلون على أموال منا مقابل الترانزيت. نحن ندفع لهم مع أنهم يسموننا معتدين، مع أنهم هم المعتدون ضد دنباس. نحن نتصدى للعدوان وليس بالعكس، يأخذون المال، فالمال لا رائحة له. من مصلحة من أن يكون تموين أوروبا بالغاز الروسي عبر أوكرانيا؟ هو من فجر ولا يحقق أحد. كان عندنا إمكانية أن ننظر إلى أماكن التفجير، كل هذا كان في الصحافة، لا داعي للتكرار، تعرفون كل هذا، ولكن لم يحدث تحقيق نظامي. أما بخصوص النفط والغاز، أتعرفون ما هي الفكرة التي خطرت على بالي الآن ونحن نتناقش؟ أعتقد يصعب أن نخالف ما سأقوله. ما يحاولون أن يفعلوه الآن الحد من أسعار موارد الطاقة النفط والغاز. من المنتج؟ روسيا، الدول العربية، أمريكا اللاتينية، آسيا، إندونيسيا، قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات ينتجون النفط. الولايات المتحدة تنتج النفط والغاز، لكنها تستهلك ما تنتجه أو أغلبه، لا يبقى إلا القليل للأسواق الخارجية، أي الإنتاج في هذه البلاد، أما الاستهلاك فالبلاد الأخرى، الولايات المتحدة وغيرها. برأيي ما يفعلونه هو عبارة عن رجعة الاستعمار، فقد اعتادوا على سرقة ونهب البلاد الأخرى، لأن النمو الاقتصادي في أوروبا مبني على نهب ثروات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والاتجار بالرقيق. رفاهة الولايات المتحدة بنيت على عمل الرقيق ثم الحربين العالميتين، لكنهم اعتادوا على النهب، ومحاولة التنظيم غير السوقي في الاقتصاد أنها محاولة النهب الاستعماري، لكن العالم تغير وأستبعد أن ينجحوا في هذا. لدى فخامة الرئيس جدول أعمال، دعونا نأخذ السؤال الأخير. فخامة الرئيس، وكالة لايف، أود أن أعلم كيف أثرت الأحداث الأخيرة على حياتكم الخاصة، هل تبقى لديكم الوقت لممارسة الرياضة وغيرها؟ طبعا أود أن أهنئكم بالعام القادم، وكيف سوف تقضونه؟ كل شيء عادي، سأحاول أن أحتفل برأس السنة مع الناس الأقرباء والمقربين، وسأتابع خطاب الرئيس.